وماشي. اختار يا فهمي، اختار يلا. اختار ايه؟ انا اللي هلعب الاول. في ايه يا معلم؟ انا هلعب وانت هتنزل نيكست. يا حبيبي احنا قاعدين قبليك يا بابا، في ايه؟ انا اللي موصل الباد في البلاي ستيشن وانا اللي هبتدي. وماشي يلا حبيبي. طب اقول لك حاجه، خد الدراعات ده اللي بايظ يا حبيبي. بقول لك ايه؟ نعم. ما تخلينيش امد ايدي عليك، قوم هنلعب. احنا مش قايل لك انا هلعب الاول؟ شيكو اللي قال اهو. قال شوف قال شيكو. والله العظيم. طب ماشي. هلعب بمين؟ هلعب بمين؟ انا هلعب الاهلي. وانا هلعب بريال مدريد. وانا هلعب برموح، هخلي الفرقه كلها محمد صلاح. قوم يلا انزل. انا هلعب انا وفهمي الاول وبعدين العب انت هشام، ايه المشكله يعني؟ يلا. طب ماشي، وريني مين هيوصلها لكم في التلفزيون بقى. هو فين التلفزيون؟ فين التلفزيون؟ تلفزيون؟ انا نسيت اجيب التلفزيون. نسيته؟ اه. امال الطبق اللي انا كنت بوصله فوق ده على ايه؟ انا اسف يا جماعه بجد. انا مش اسف يا جماعه بجد. عايز ايه يا هشام؟ خمس دقايق تنزل تجيب التلفزيون وتيجي. لا مش قايم يا هشام. طبعا انزل شكرا لو سمحت. مش هقوم يا جماعه، تعبان جدا يا جماعه والله العظيم. تعبان بس اقسم بالله. شيكو لو سمحت، انت امبارح سرق 20 يورو من محفظتي وما اتكلمتش. انزل بقى هات التلفزيون دلوقتي. شيكو لو ما نزلتش تجيب التلفزيون اقسم بالله حكلك حته قفا، بس لو اعرف ارفع دراعي بس. اقسم بالله العظيم يا هشام لو اعرف اقوم دلوقتي كنت قمت كلتك علقه. لا لا قله ادب يا جماعه بجد والله كده. بص بيتكلم ازاي فاهمي؟ و20 يورو ايه يا فاهمي اللي خدتها من محفظتك؟ قوم عشان اعرف اقوم بقى، عشان الليله دي مش هتعدي. قوم. طب انا هقوم بس ما تضربوش. ماشي ماشي. لا بس يا هشام ايه؟ مش قايلني كل حاجه على ظهري وانت قاعد مفخد هنا يا عم؟ مش مفخد يا عم. هات التلفزيون. مش هنزل يا هشام. بقول لك ايه؟ انزل هات التلفزيون. خمس دقايق. انا عملت حاجات حلوه جدا.